يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب الترتيب والموالاة في التيمم؟ اي نعم، لا بد من هذا، ضرب مسح الوجه اولا ثم مسح الكفين بعد الوجه. لو بديت بالكفين قبل الوجه ما صح، لان الله جل وعلا يقول وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، بوجوهكم وايديكم منه، تقديم في الذكر يدل على التقديم في الفعل، مثل قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بما بدا الله به، فبدا بالصفا. نعم.